مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجزائر بعد زيارة رسمية التقى خلالها الوزير الأول الجزائري أحمد يحيى في العاصمة الجزائر اليوم، حيث أعلن الطرفان إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاستهما بعد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، منها السياسية، الاقتصادية، الأمنية، مكافحة الإرهاب والتطرف، وكذلك المجالات الاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم. وتكللت زيارة ولي العهد بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والمشاريع الاستثمارية. وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الجزائر، تم تدشين 5 مشاريع شراكة بين الجزائر والسعودية في عدة مجالات، حيث ستدخل حيز الخدمة مع بداية العام المقبل. وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن والأدوية وغيرها. وتم تدشين المشاريع خلال الدورة 12 لمجلس الأعمال الجزائري السعودي، حيث بحث وزيرا الصناعة في البلدين سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصناعي.